عليكم وتحية نضالية الشعب المغربي داخل المغرب وخارج المغرب. الله وتحية من أي باطل اللي جاب بروحه وكيموت لحب الوطن. كنعرفوا أنا راجل بالرجولة. وتحية نضالية للعسكر، العسكر جاب بحزامه وأنا جت بروحي بالرجولة. ورا كلكم نتوما كاملين اللي كتعيقوا على الشعب وكتصوروا على الشعب، كتصوروا على الشعب المصير ديالكم شكون غتولي، هو غيبقى فيكم على الراس على الراس. وانتم اللي كتقولوا رانا مسطي شي وحدي ورانا انا احمق، وانا نعطيكم واحد الهضره مسطي اللي كتقولوا انا مسطي. بلاني شي بنادم مني كيموت اش كيبقى فيه؟ صحيح ما كيموتش هذا في القبر، هي الجمجومه وعدم طيو، هادو ما كيموتوش في القبر، ديما يبقاو خالدين ابدا. الله كيموت. انت شوف كي هاد الضلوع كيدوب وكيتفرتو، الرجلين كيتفرتو، كلشي كيتفرتت، كتبقى الجمجومه ديال راس الدماغ وكيبقى داك العظام ديال كيما كيقولوا حنا عظام طيو. واشي لا هضره عطيتك اللي كتقول انا مسطي، راه انت مسطي. شي انا راه انا مازال غتشوفوا العجيب لك حال مازال الجديد مازال باقي الجديد فهمتيني الجديد. لانه علاش حنا كنموتوا لحب الوطن وماشي طماع، حنا كون طماع كدبارنا على روسنا. ولي راه من نهار الاول وانا كنتقاتل وانا كندير في هاد الفيديوهات رتي شي حاجه ما كنربحها من هادشي كامل. انا اش كنقول انا في المثال؟ وحتى هما كلها كيهضروا كيقول لك كيتستغل لك بنادم، كيتستغل لك هذا من هذا من هذا. انا اش كنقول لهم؟ كنقول لهم لا انا ماشي جيعان، انا كنقول لهم داوس الخير، كنقول لهم انا اللي عدو ولادو وما عدو ما يوكلهم يجي لعدي مرحبا به، نديروا له الفيديوهات ما يعطيني ما نعطيه، يمشي يوكل وليداته ولا وكل وليداته هو فرحان. انا راني فرحان، انا عادي بحال عدي محب بحال ما عديش، راه باقي عاطيني الله الصحه نخدم على دراعي. المهم بحال خدام بحال ما خدامش مسوفي روحي. المهم كاين سبع تيقر. وتحيه لدوك اللي كيبغوا يحسنوا، كيقول لك كيمشي لعند الحلاق وكيقول ليه، كيمشي لعند الحلاق كيقول ليه باغي يتحسن، كيقول ليه اش من اش بغيتي ندير لك الجوج ولا الواحد ولا الثلاثه ولا اش ولا التشويكه ولا اش بغيتي. انا ما نكذبش عليك، ملي كندخل هذا الحلاق كنقول يدير لي تحسينه ديال الارمي، وهي فعلا ديال الارمي ديال المسلمين. حتى التحسينه هذه شكون اللي كيديرها؟ الناس القدام كيديروا الرجال هذه بالرجوله. الله اكبر. عاد خلي قال لك شي وحدين كيهضروا علينا حنا وكيعيقوا علينا وكيعيقوا على الشعب، كيقول لك راه كاين الرجال، راه كاين الرجال محترمين وكاينين دوك الخواويش. عرفتي شكون هما دوك الخواويش؟ فايق مع الصباح دهن وجهه بالدهنه بحال كيديروا بها العيلات وجهه زعما يبان زوين، طالع راسو البوماده كما كنقولوا ليها حنا، كما كنقولوا هذيك البوماده كما كنقولوا انا الزيت محروقه طالعها راسو. وما عيناش راه الدريه المراه هي اللي كدهن الشعر ديالها باش كيولي الشعر ديالها بريو باش كيبان زعما كحل باش يعطي المالو. او زعما اش غادي نقول لكم بالرجوله اللي غنقول لكم مشاكل واقع عندنا في المغرب بحال زعما البلاد عندنا ما غاديش مقاده بحال ما هكاك. كيقول لك في المثل الحكام الديمقراطي، الحكام الديمقراطي داكشي كلشي باقي في القصوره، داكشي كلشي بقى باقي في القصوره، البركه باقا تمانيه، وزاره ولا حكومه ولا اللي دايرين محمد السادس هذوما اللي خرجوا على البلاد. حنا اوعر بلاد عندنا في المغرب في العالم كامل هو المغرب. حنا كون كانوا مقابلين المغرب ورجال وواقفين وقفه نضاليه مع محمد السادس كرة بطاطا عندنا يديو فيها البوفريه هكاك. شوفوا دابا شحال الشتا كتصب وشحال ديال الثلج كيطيح، كون دايرين البراجات في المغرب، ياك المغرب عندنا الاراضي مكسلين، كل المغرب كامل دايرين فيه الاراضي ودايرين البراجات في المغرب كامل، كل البلاد دايرين فيها براج وكيجمعوا داك الماء ديال الشتا وديال الثلج كيجمعوه في البراجات، من يتحشى يبقى يسقيو به 100 عام ولا 20 عام وما يسقيو به هذاك الماء. كون عندنا ديك الخضره المغرب كاملين ما تدوز كتصيب الورد كله تصيبو منور، اوروبا تجي تدوخ عندنا. دابا حتى الماء ما بقاش كيتقول عباد الله باش يسقيو، مات البقار مات كلشي مات تغلم كلشي بقى. دابا حتى الناس ديال اوروبا كان كيجيو لعندنا ما بقاوش كيجيوش لعندنا، علاش غيجيو لعندنا؟ داكشي اللي عندهم كثر من عندنا، عندهم غابات واعرين نوار ويدان عجيب كحل، بلدانهم كيديرين الدروبه ديالهم كلشي جليج كلشي رخان، الشانطيات نقيين القناطر كيديرين، وحنا لا قناطر لا طرقان، اي مدينه تدخل ليها لا جرادي فيها مشطبين لا جرادي مقادين لا كراسه فيها نقيين لا باركاسات. الباركاسات وسط البني وسط عباد الله، انت مريح بيتك والباركاسه حداك تعطيك الريحه مصيبه، إذا كانت عندك الحساسيه كتشدقهم صارنك تردهم واشنو راه بزاف. وانتم اللي في المثل كتقولوا تجنيد تجنيد عسكري بغينا نديو بنادم تجنيد، وهاد اللي غتديو له تجنيد راه بحال بغيت تعداو عليه مسكين، بحال غتعداو له اللي بغيت يدافعوا للموت، الا كان شي حاجه يموت
ولكن هذا رانا بالرجوله. شنو بغيتي تديو للجنيد؟ خصكم بعدا ما تديو للجنيد تيكون قاري، قاري في مدرسه عسكريه من الصغر ديالو، ويكون مدرب السناح من الصغر ديالو هو مدرب، عاد يمكن لكم تديو للجنيد العسكر. علاش هاد الهضره اللي كنهضر؟ بغيتو بنادم يقرا خصكم ديرو مدرسه ديال الاطفال بحدها، ومدرسه ديال النساء بحدها، هادي يمكن راه المغرب عندنا يقرا، وتكون المراقبه، ديري المدرسه دريات ودراري، وراه مشكله روينه، راه روينه واقعه في الطواليطات، وروينه واقعه في المشاكل، كلشي كيتقرقب وكلشي كيتحشش، انا كنهضر كنقولها المعقوله، ما كنحشم من حتى واحد انا. دابا هذا ما خصهمش يديروا البنات والولاد. واش كيخلطهم؟ راه كلشي كيطلع، كلشي كيطلع مباشر. الولاد يكونوا بوحدهم والبنات بوحدهم. وبحدهم. الله يحفظك. شو مدرسه ديال الدريات بحدهم، مدرسه ديال الرجال بحدهم. الله اكبر. هذه يمكن يقراوا وتكون المراقبه. دابا المراقبه ما يقراش الا كان في المسح داه وهذه ودايره الزواق. ما عمرهم يقراوا. ما يقراش. الدريه دابا كتكون جايه هي وصاحبتها قبل ما يوصلوا للباب ديال المدرسه، جايين كيقراوا، جايين من الزنقه، من كيوصلوا حدا الباب جايين كيهضروا على شي جمله، ولكن من كيقرب حدا الباب كيبانوا لهم الدريه، ما كيبقاوش يهضروا عليك الجمله اللي غادي يكتبوا. كيبدا يهضروا على الدري، شوف خويتي هذاك عينو زرقاء، شوف هذاك كيدير المشطه، شوف كذا، ما كيبقاو يقراو والو. انا كنهضر تما فين الدريات، تما فين الدريات كيبدا يتصاحبوا مع الدراري، تما فين كيبدا يتصاحبوا مع الدريات مع الدراري، والدراري كيبدا يقرقبوهم مع بريط يقرقبوهم، وتما فين كيغتصبوهم، والدريه ملي كتغتصب ما كتقولهاش للوالديه. عندنا مشاكل واقعه في المدارس، دريات كيقراو وبزاف حاملات مساكنات ومحي، بزاف مشاكل واقعه في داكشي ديال المدارس. لا حول ولا قوه والله. مشاكل واقعه في المدارس، كل مدرسه الاطفال بحدها ومدرسه ديال الدريات بحدها، وتكون المراقبه لا على المدير ولا على دوك اللي كيقراو. عاد هادو اللي كتقولوا التجنيد خاصهم مدرسه ديالهم بحدهم، مدرسه عسكريه بالرجوله، واللي غادي يقريهم حتى هما قرايديه من العسكر، غادي يقريهم من الصغر، كيقريهم في نفس المشكل، كيقريهم فيهم وفي نفس المشكل كيعطيهم السناح يوريهم كيفاش التيراج. الدري باقي صغير محدو كيقرا وكيعلموه في السناح، دري منا كيطلع قاري مدرسة عسكرية كيبدا يقرا على السناح ويقرا أي لعبة، باش النهار اللي تديو الجنيد كاين بلا ما تديو دوزيام حلو، تديو ديرك الحور ديال الصحراء، لأنه وراه قرا وخدا المعلومات مع القرايديه الكبار بالرجولة، يكون عنده حب الوطن، ويكون عنده حب الوطن. حنا كاع اللي كيدخل عندنا العسكر لا كيموت له حب الوطن، ماشي داخل كاك، ما داخل العسكر اللي داخل السناح ويتيري، إلا ما تيريش غيتيروا في آخرين يقتلوا بالرجولة. كنشكرك على هذه الرساله، والله الا كلامك اخي شي واحد واخا يعني كينتقصوا في حقك، كنقول لهم حسبنا الله ونعم الوكيل في حقهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. والسهلا ان شاء الله باقي نستافدوا منهم اخوتي، وخليكم في الانتظار ديالنا، وما تنساوش ما تنساوش الاخوان القناه ديال الخي علال كنشوفها يعني باقا ناعسه، 15000 ديال ليزابوني، هذه رساله 15000 ديال ليزابوني يا صاحبي، الله يهديكم، هاك نحطها في اول تعليق، هذيك هي القناه ديال الخي علال، دخلوا اصاحبي وابوني والجرس، انتم عارفين اخوتي علال ما كيقول لنا غير حب الوطن، كيقول لنا الله الوطن الملك ويعيش الشعب المغربي، تحياتنا المغاربه الحرار. واحد الرساله غنقول لكم، الله يرحم لكم الوالدين، شي مني كان الخير اي البركاسه كدوز كتلقى اللحم مرمي حداه في شي ميكا ولا العظام. دابا هذا الوقت هذه ولات واحد الميزيريه خايبه، ولا الجوع بزاف ما نكذبش عليكم، واللي قال شي حاجه غيقولوا على راه كيهضر. دابا العظام ما بقاوش كيلوحوا مع عباد الله حدا المركاصات، بلا يمشي مني كياكل كيشيطوا عليه العظام كيرميهم، يقدر يديرهم في ميكا ويلوحهم حدا البركاصة. دابا عباد الله ما بقاوش كيلوحوا العظام، دابا انت شو اللي قال شي حاجة دوروا على البركاصات ولا قلبوا البركاصات وشوفوا وحدة وما تلقاو عظام في البركاصة ما تلقاو. عباد الله دابا ولا كيطحنوا عظام لحم وعظام، ومن سولت واحد راجل قلت له ودي راه كاين وكاين، قال لي لا ودي ما فراس، قال لي راه العظام ولا كيديروا مصوبة، كيديروا مصوبة. لانه علاش المرة دابا كتجيب ربعة ديال اللحم دابا ديال الدجاج كدير فيها سيمانة مسكينة ولا 15 كل مرة طيب منها شوية. علاش كاين المرة اللي ميت ليها راجلها وعندها ستات الاولاد ولا خمسة الاولاد وما كاين اللي كيدخل عليها تقل السكر بالرجولة. مسكينة وما كاين خدامة مردة ما كتمشي تصبن، عندنا مرة تصبن مرة ما كاين ما تصبن ما، والجفاف العباد الله في الدروج كل مرة، مرة عندها مرة ما عندهاش، فهمتيني؟ علاش حنا اللي كيقول لنا راه كاين الإحصاء غنحصيو بنادم نعرفوا شحال عندنا في المغرب من واحد، راه حيت لقيتهم حواله على دوك اللي كيتحسبوا كيقول لك الاحصاء، راه هما الحواله سيد مني كيدخل الحولي ديالو الزريبه خصو يحسب شحال من حولي عدو اللي يكون ناقص ليه شي حولي. ودابا علاش قلت لكم انا السياسه كلها كنعرفها؟ دابا اذا مني كيحرق وباش كتلقاو بنادم كلخ ما قاري الشعب ديالنا الحلوف على خوه، مني كتجيو لعندهم تقول لي شحال عندك من ولد؟ شحال عندك هادي؟
كيبدي يقول لك اشحال عندي وتاش مع امك غادي يعطيوك القمح ولا غادي يعطيوك فارينه ما عليناش. انا ملي كيجيو لعندي كيبغيو يقولوا لي عام الزيد وهادي ولا هادي ولا هادي، انا كندور فيهم كنقول لهم شنو تحسبوني انا حولي سير الله عني عاونك، ما كنعطيهم لا اسم لا والو بالرجوله. ولا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيهات ليصلك الجديد. دمتم احرار والسلام عليكم ورحمه الله.